يجب أن تكون لدينا إيجابية في تعاملنا، الابتعاد عن الروح السلبية أو السوداوية التي نعيشها حاليا. هذا اليوم منعقد المؤتمر العشائري في عشائر محافظة ديقار، وقيادة العمليات وشرطة محافظة ديقار من أجل عدة أمور نتحاور بها مع شيوخ عشائر محافظة ديقار، أما حصد سلاح بيد الدولة، نبذ الخلافات العشائرية، التعامل مهني عالية مع القوات الأمنية من أجل حفظ الأمن والأمان لكل ديقار، أيضا دعم شيوخ العشائر في حل قضايا العشائر المتعلقة والعالقة سابقا، بوجود لجنة تشكل ما بين شيوخ العشائر ومدير عشائر محافظة ديقار، وأيضا مع قيادة العمليات. العدو يتربص بنا لكي نختلف حتى يضرب ضربته، بالتالي فرق تسد، هذا هو شعار العدو، فحري بنا أن نهتم ونجتمع على كلمة واحدة، هي أن الأمان أولا في محافظة ديقار بشكل خاص وفي العراق بشكل عام. كثرت في الآونة الأخيرة النزاعات العشائرية، وهذا يدل على أننا لا نستطيع أن نضبط الأمن في حالة استمرار هذه النزاعات العشائرية، واجب علينا أن نكون عند حسن ظن القوات الأمنية وننبذ العنف الطائفية، وإن شاء الله محافظتنا تستتب بها الأمر بجهود السادة والخيرين والوجهاء. تناول هذا المؤتمر شجب واستنكار الحالات الشاذة التي تحصل في المحافظة مثل الدقات العشائرية وغلق الدوائر الخدمية التي لها تماس مباشر مع المواطن. دعوا شيوخ القبائل والسادة والوجهاء القوات الأمنية لتطبيق القانون من أجل فرض النظام ومحاربة كل من يقوم بالتجاوز على الدوائر المدنية والخدمية التي لها تماس وتقدم خدمات للمواطن، لأنها حالة شاذة يرفضها المجتمع الناصري جملة وتفصيلا. نذبح بالحشية نوفات عم شوين.